مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اون سات من داخل مهرجان الجونه السينمائي في دورته السابعه. افلام وفعاليات كتيره جدا من اكتر من بلد، تعالوا نتعرف عليها اكتر ونبدا حلقتنا. طبعا لازم اشكر كل اخواتي اللي حضروا واخواني ايضا، ولكن انا هذكر اسماء النجمات الكبار الاول: نونيا، يسرى، الهام شاهين، وطبعا النجمات اللي هم بعدهم على طول اللي حضروا. ولازم اذكر ان حسين فهمي موجود، وأشكر طبعاً كل النجوم اللي شرفوني بالحضور، اللي هم أصغر مني سناً أو هم الجيل اللي بعدنا، أشكرهم طبعاً. والنهاردة السعادة مضاعفة بشكل كبير جداً. لما سمعت إن في مهرجان هيعملوه اسمه الجونة على البحر الأحمر، وانا كان الحلم بتاعي ان انا اعمل مدينه مهرجانات، بس مش هنا في مرسى علم، لكن ما تمش، على البحر الاحمر برضو، فانا سعادتي مضاعفه جدا بوجودي النهارده وتكريم اللي انا بحصل عليه من المهرجان اللي اسمه مهرجان الجونه السينمائي، الذي اتمنى له الدوام وانه ما يوقفش ابدا ان شاء الله. شكرا جزيلا. مهرجان الجونة مش بس أفلام بتتعرض في المسابقات المختلفة، لكن كمان كل يوم بيكون في حاجات جديدة، بيكون في فعاليات أكتر تقدروا تشاركوا فيها، ندوات، محاضرات مهمة، بانل توكس بتفيد كل المهتمين بالسينما وصناعتها. تعالوا مع بعض نتعرف على أهم الفعاليات دي. كمان من ضمن فعاليات المهرجان كانت حفلة الموسيقار الكبير هشام نزيه، واللي عزف فيها الأوركسترا أشهر مؤلفاته. تعالوا نشوف مع بعض جزء من الحفل. وعشان نتعرف مع بعض أكتر على مهرجان الجونة بشكل أفضل، هنروح نشوف لقاءاتنا مع صناع وأعضاء لجان تحكيم المهرجان. أستاذة موريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة، برحب بحضرتك معانا في برنامج اون سات. اهلا بك. يعني احنا سعداء جدا ان احنا موجودين معاكم السنه دي في الدوره السابعه من مهرجان الجونه، والحقيقه انه الدوره السابعه المره دي مختلفه تماما عن الدوره اللي فاتت، ولغايه دلوقتي الحمد لله نجاح كبير محققينه، ويا رب تكون الدنيا ماشيه زي ما انت خططت لها. وايه انطباعك ايه لحد دلوقتي؟ يعني بصي، هو بيبقى فيه شويه مؤشرات كده الواحد بيبص لها عشان يشوف الدنيا ماشيه ولا مش ماشيه، اللي هو عدد الناس اللي بيجي يحضر الافلام. فلاحظنا مثلا انه في عدد كبير من الناس
الناس بيروح يعمل اشتراكات، بيشتري تذاكر، في عدد ملحوظ من متزايد من الناس اللي مشتركة في المهرجان السنة دي، بس عدد كبير من سكان الجونة موجود. ده حقيقي، شفت ناس كتير جدا موجودين من سكان الجونة. دي حاجة مهمة. أنا شخصيا إنجاز، لأن أنا تقريبا مراهنة على الموضوع ده، إنه السكان الأصليين لأي مهرجان لازم يبقوا هم دول الجمهور الأولاني. صح، هو ده الجمهور الأساسي اللي هو اللي هيجي يحضر، وبعدين انت بقى بتبني عليه حاجات كتير جدا، بيبقى ناس بقى دخيلة انت بتدعي بيتم دعوتهم، زي مثلا ناس من الصناعة، زي ناس بتدعيهم كنجوم طبعا مهمين جدا انهم يحضروا المهرجان، زي مثلا البرامج المتخصصة اللي عملناها السنة اللي فاتت، انك بيتم دعوه شباب كتير جدا مرتبطين بالسينما بشكل ما انهم يجوا يحضروا المهرجان. كل دي ناس دخيله على الجونه، ولكن الجمهور الاساسي لازم يبقى السكان الاصليين. السنه اللي فاتت كانت اول مشاركه لحضرتك كمديره فنيه للمهرجان، وافتكر انه السنه اللي فاتت يمكن الصوره ما كانتش متضحه زي السنه دي. السنه دي شغل اكتر، في فعاليات اكتر، في افلام اكتر، في شغل من يعني بشكل اكبر بكثير من السنه اللي فاتت. احكي لي الفرق ما بين السنه دي بالنسبه لك انت كاستاذه ماريان خوري. شخصيا طبعا السنه، احكي لي عن الفرق. بالنسبه لي انا شخصيا طبعا السنه اللي فاتت كانت ممكن اقول مضطربه شويه، بمعنى انه اولا كانت دوره استثنائيه، اضطرينا ناجل 3 مرات، وفي الاخر عملناها تقريبا اخر اسبوع في السنه، خلصنا يوم 22 ديسمبر انا فاكره كويس جدا السنه اللي فاتت. فالسنه دي كان في تحضير اطول. صح، وكان في حاجات يعني كنا مفكرين لها، وابتدت نتائجها تبان السنه دي، يعني الاقبال المتزايد بالنسبة للعروض، في تنوع أكتر في من ضمن الشباب، يعني شوية من الصعيد، شوية من الفيوم، شوية من اسكندرية. فمهم جدا أن يبقى عندك عنصر الشباب في أي مهرجان، لأن هم أساسا بيدوا حيوية للمهرجان، فاهمة ازاي؟ يعني بيكتشفوا حاجات، ومش بس هم بيتعلموا، بس احنا بنتعلم منهم برضو. يعني ممكن يبقى في افكار كتير جدا هم بيطرحوها، زي مثلا فكرة المعرض 7 مدن مصرية تحتضن السينما، مش بس السينما المصرية، السينما العالمية برضو. دي كانت فكرة شابة من الشابات اللي جم من ضمن برنامج الناشئين بتاع السنة اللي فاتت، كانت قالت لي انه باباها عمل دراسة يعني دقيقة جدا عن عدد الأفلام، عن الأفلام اللي اتصورت في مدن مصرية زي الفيوم، زي القاهرة، زي أسوان، الأقصر، الواحات، مدن القناة، فاهمة ازاي؟ فالفكرة دي عجبتنا جدا، وبنينا عليها معرض كامل اللي هو معرض 7 مدن ده. دي حاجة حلوة جدا، يعني فكرة من السنة اللي فاتت لشابة كانت بتشارك في المهرجان بتتنفذ السنة دي. قد ايه انتوا بتدعموا الشباب، بتدعموا افكارهم، بتنفذوا الافكار في النسخ اللي بعد كده؟ دي حاجة رائعة، لانه فكرة المعرض مش بس نوستالجيا، فكرة المعرض عشان يبرز قد ايه اماكن التصوير المصرية جميلة ومهمة، وممكن كل الافلام تتصور. ليه الافلام كلها لازم تتصور هنا؟ في برضو افلام اجنبيه كبيره جدا اتصورت هنا من ضمن المعرض. بتختاروا ازاي اعضاء لجان التحكيم؟ لانه في للافلام الروائيه الطويله، للقصيره، النجمه الخضراء، في كذا حاجه، فبتختاروا كل حد ازاي المكان المناسب ليه، وهم بقى بيختاروا ازاي ايه الكرايتيريا اللي بيمشوا عليها بالزبط، عشان يقدروا يحكموا صح على الافلام. بالزبط. يعني بصي، انت لما بتشكلي لجنه برضو، دي حاجة علمية برضو شوية، بتحاولي انك يبقى فيها تنوع، يبقى فيها نقاد، يبقى فيها ممثلين، يبقى فيها مؤرخين، يبقى فيها ناس اجانب، ناس مصريين، ناس عرب، فاهمة ازاي؟ يعني برضو التركيبة تبقى متنوعة. ده بالنسبة لكل، ولازم طبعا كل واحد يبقى عنده الخبرة الكافية في المجال بتاعه، يعني مقدريش تحطي اي حد في السينما الوثائقية مثلا، فاهمة ازاي؟ لازم يكون عنده خبرة، وشوف شاف افلام كتير، عمل لجان تحكيم، يعني كان عضو في لجان تحكيم كتير، لان عمليه مش سهله. لما تتفرجي على 2-3 فيلم في اليوم، عمليه مش سهله خالص. والمعايير طبعا في جوده الفيلم، جوده الفيلم دي ممكن تبقى الكتابه، ممكن يبقى التمثيل، ممكن يبقى الفكره جديده، المعالجه. وبعدين في ده مهرجان عالمي، فعندك افلام
عالمية وفي جوائز للأفلام العربية. فكرة سينما زاوية الحقيقة فكرة عبقرية، فكرة إنه الناس اللي مش قادرة تيجي هنا المهرجان وعندهم شغف بالأفلام وحابين يتفرجوا على الأفلام اللي بتتعرض هنا، فإن أنتوا تعرضوا لهم الأفلام دي بالتزامن مع عرض الأفلام هنا، دي كانت فكرة عبقرية. عدد الأفلام أكتر السنة دي عن السنة اللي فاتت، والعروض شغالة في القاهرة. يعني الفكرة فكرة نرجع تاني لفكرة الجمهور، ايه اهم حاجه بالنسبه للمهرجان؟ انه يبقى فيه جمهور. فكره انه يبقى فيه جمهور في الجونه ويبقى فيه جمهور خارج جدار الجونه، واخد بالك ازاي؟ البرنامج العظيم اللي اتعمل ده، مش عايزه اقول عظيم لان مش انا بس، احنا 6 مبرمجين وفي يعني شغل بيتعمل على مدار سنه بحالها، فاهمه ازاي؟ يعني ده بيرجع لفريق عمل كبير انك تطلعي ببرنامج قوي كده. فالبرنامج ده ليه يستفيد منه بس الناس اللي تيجي جونة؟ ليه؟ انا هي فكره، عشان كده فكره البرنامج المصغر ده اللي بيتعرض لجمهور مش قادر يجي جونة ومش هيجي جونة، فيستفيد من الافلام دي. افكار رائعه، مجهود كبير جدا بيتعمل ونجاح كبير، يا رب يستمر دايما. وكنت سعيدة جدا بوجود حضرتك معايا ونورتيني، وبست اوف لك لحد اخر نهاية المهرجان ليوم الختام، وان شاء الله اشوف حضرتك في الدورة الجاية. جدا انا الاسعد والله. شكرا لحضرتك. يا مجدي ازيك؟ اهلا وسهلا، كله تمام؟ منورني في اون سيت ومنور الجونه كلها. ده نورك والله. قولي بقى انطباعك ايه عن الدوره السابعه في مهرجان الجونه؟ الحقيقه يعني المهرجان كبير، المهرجان مهم، المهرجان بيعمل فرق على كل المستويات. اولا المستوى اللي يعقب بالبرمجه، الافلام اللي تم اختيارها، الكوتا يعني بتاعه المراه والشباب والشابات الصغار نسبة عالية جدا، بالإضافة للماركت بتاع المهرجان اللي هو سوق المهرجان اللي فيه المنتجين والشركات بتقابل بعض وبيحاولوا يربطوا مع بعض وبيفتحوا أفق لفنانين أو صناع أفلام صغيرين وجداد. فكل ده بيخلي مهرجان الجونة في حتة عالية وعالمية ومهمة جدا جدا للصناعة في مصر والوطن العربي وفي العالم. الدورة دي كان فيه حاجة حلوة قوي وحاجة مهمة جدا، وهي تكريم الفنان الكبير أستاذ محمود حميدة عن جائزة الإنجاز الإبداعي. شفت التكريم ده ازاي؟ واحكي لي كده، بتحب محمود حميدة قد ايه؟ الحقيقة يعني محمود حميدة يستحق اكثر من ذلك بكثير، واجمل حاجة ان هو مازال عنده المزيد. نادرا ما يبقى فيه فنان مش بس يعني بيضيف لمسيرته الفنية والشكل الصناعة في مصر، هو كمان بيضيف للهيكل الفني كله. يعني ان هو يبقى ان هو يشارك او ينتج افلام فنيه وليها طبع خاص واوت اوف ذا بوكس زي ما بيقولوا، دي قيمه كبيره جدا ومش اي حد بيعمل كده. فهذا الاستثمار في الفن هو حاجه يعني هي دي اللي هتخليه مش مجرد ممثل عظيم، دي حاجه جميله، بس مش بس كده، هتخليه كمان واحد اضاف لصناعه السينما في مصر. واهم حاجه بقى في التكريم ده ان ده يبقى ملهم لفنانين اخرين ان هم يعملوا كده، مش بس يستفيدوا من الصناعه، لا يضيفوا لها كمان. الحقيقه انه الناس كلها كانت فرحانه تكريم ده، الناس كلها بتحبه جدا وبتحترمه جدا، وهو حقيقي يعني دي اقل حاجه ممكن مهرجان الجونه يقدمها لفنان كبير زي محمود حميده. احكي لي بقى من وقت ما جيت، ايه اكتر حاجه حضرتها واستفدت منها وحبيتها؟ انا اكتر حاجه مشغول فيها في المهرجان في نصه الاولاني هو الماركت، انه انا جايب شركتي الصغيره بافلام قصيره، منهم فيلم بينافس على جائزة لمنحة، جائزة المنحة بيقدمها المهرجان عن طريق أوست. من 8 أفلام هياخدوا 3 بس يدوهم منحة عشان نعرف نعمل الفيلم. فإحنا عندنا مشروع بشركتي وشركات تانية من الأصدقاء، فده اللي شغلني الفترة جداً. دي مجدي، أنت كنت في مهرجانات كثير قبل كده، كنت عضو لجنة التحكيم، فأنت عندك خبرة كبيرة في الحتة دي. يعني صغيرة لا خبرة كبيرة. السنة دي أنت موجود هنا في مهرجان الجونة كعضو لجنة التحكيم للنجمة الخضراء. مظبوط. احكي لي بقى النجمة الخضراء دي، ايه الافلام اللي بتتعرض فيها؟ كلمني اكتر عن الكرايتيريا اللي بتمشوا عليها في اختيار الافلام. مسابقة النجمة الخضراء هي مسابقة اللي بتعمل لأول سنة في مهرجان الجونة، ويعني مهمة ضرورية
ملهمة جدا. احنا في 5 افلام بس السنة دي في المسابقة، اتمنى انه السنة الجاية يبقى في افلام اكتر، وانه حتى وجود مسابقة زي كده يشجع الصناع المهتمين بالنوع ده من الافلام ان هم يتجرؤوا عليها وياخدوا موقف. الكرتيريا هي النوع ده من الافلام، انتوا بتتكلموا عن الافلام الخاصة بالبيئة والمناخ. البيئة والمناخ مظبوط. وانه الكرتيريا هي ليها شقين، يعني ليها شق يعني شكلي وشق موضوعي. انه الفيلم ازاي موضوعه عن البيئة والمناخ واثره علينا كبشر، والشق التاني الشكلي انه ازاي الفيلم ده ما كانش مؤذي للبيئة في صناعته، لانه صناعة السينما صناعة مكلفة وفيها استهلاك كبير للطاقة وفيها ويست كبير. فاحنا عايزين نتعلم اصلا كصناع، مش احنا في مصر بس، في العالم كله، ازاي يبقى فيلمك مش مؤذي. يعني انتوا كمان بتختاروا الفيلم على اساس قد ايه الفيلم ده كان صديق للبيئه وهو بيصنع بيتعمل بالزبط. وهو بيتحضر يعني مش بس هو بيتكلم عن قضايا البيئه او المناخ. اكون صادق اكتر او واضح اكتر، انه دي الكارتيريا بتاعتي، ده اللي انا مشغول بيه، واتمنى انه في مشاهده الافلام ده يبقى موجود. انت مهتم بقضايا البيئه والمناخ جدا، وده بدليل ان انت واحد من المؤسسين لمهرجان الفيوم الافلام البيئه والمناخ، وده هيبدا خلاص شهر نوفمبر 2024. احكي لي بقى الفكره جت ازاي، واشمعنى اخترتوا مدينه الفيوم، وكلمني عن كل تفاصيل الدوره الاولى للمهرجان. مدينه الفيوم مدينه جميله ليها جوانب كتير، مدينه محتاجه تركيز، والدوله بتعمل مجهودات باشكال مختلفه جدا في انها تبقى يعني المشاكل البيئيه اللي ليها علاقه بالبحيره واللي ليها علاقه بالري تبقى افضل. فيها انماط سياحيه مختلفه وما فيهاش فن خالص. فوجود مهرجان في الفيوم اكيد دي مش اول مره حد يفكر فيها، بس ان احنا نبقى بنعمل المبادره دي في سياق مهرجان بيئي، اظن ده اللي محتاجين الفيوم محتاجاه، الفيوم جاهزه ليه اكتر، واللي هو ملهم لمهرجانات شبيهه في الوطن العربي كله. وبنحاول نلقي الضوء على محافظه فيها تعداد كبير. بنشتغل مش بس في مهرجان وقافلين على نفسنا، احنا عايزين نبقى في انشطه، بقالنا سنه بندي ورش في جامعه الفيوم وندعم نادي السينما الصغير اللي هناك انه يكبر ويبقى في شغل. هو ده الطموح، يعني هو طموح تنموي وتوعوي وفني. انت شفت مهرجانات عالميه كتير، يعني كنت قبل كده يعني زرت مهرجان برلين كان وكذا حاجه شفتها كمهرجانات عالميه. بتشوف النهارده مهرجان الجونه، في ايه من ملامح المهرجانات العالميه اللي انت حضرتها قبل كده او زرتها قبل كده؟ هي الملامح ليها علاقه بالتنظيم، انه المهرجان مهتم بانه الناس تبقى مرتاحه وانه الناس تبقى كونكتد ببعضها. اكتر حاجه بتميز مهرجان الجونه في رايي هو الفيلم ماركت، اللي هو ان انا جزء منه السنه دي بشركتي الصغيره والافلام دي، بس انا كميه العلاقات والفرص والمواهب اللي الواحد تواصل معاها نادرة جدا انك تلاقيها بالشكل اللي فيه دعم كده من السينيجونا، يعني فده شيء مميز جدا. مجدي كنت مبسوطة معاك جدا، جود لك كعضو لجنة التحكيم، ويعني رب تبقى مبسوط. شكرا قوي، بشكرك على ذكائك واسئلتك دايما. شكرا يا مجدي، نورتني. وبكده بتكون خلصت حلقتنا الخاصة من داخل مهرجان الجونة السينمائي في دورته 7. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، واستنونا في حلقات جاية كتير نوعدكم انها هتعجبكم وهتكون مع اهم الفنانين والصناع. باي باي.